منتخب مصر العسكري يتأهل لنصف نهائي البطولة على حساب الجزائر. المغرب يطيح بحامل لقب البطولة الأفريقية من الدور الأول. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الوقفة الرياضية وأخبار مفصلة عن الرياضة. يلتقي منتخب مصر مع نظيره الغاني في 9 مساء اليوم الأربعاء في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الجابون. وكان منتخب مصر اختتم تدريباته أمس على ملعب سواغارو، وذلك رغم تعرض مدينة بورت جنتل الجابونية لأحوال جوية متقلبة. يذكر أن منتخب غانا يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد 4 نقاط. ويكفي الفراعنة التعادل في لقاء الليلة لحجز بطاقة العبور الثانية لربع نهائي البطولة. حرصت أفراد الجالية المغربية على التواجد في ميران منتخب مصر الأخير استعدادا لمواجهة غانا في الجولة الثالثة والأخيرة بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الجابون. وقام المغاربة المتواجدين في ميران المنتخب الوطني بالتقاط الصور التذكارية مع محمد صلاح المحترف في صفوف روما الإيطالية فور نزوله من أوتوبيس المنتخب، وطلبوا توقيعه على العلم المغربي. كان منتخب المغرب قد تأهل رسميا إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد. نشبت مشادة بين لاعبي المنتخب الوطني مع لاعب غانا عقب ميران منتخب النجوم السوداء، وقبل ميران الفراعنة على ملعب التدريب استعدادا لمباراة المنتخبين في ختام مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بالجابون. كان لاعب غانا قد تجمعوا عقب الميران في وسط الملعب وقاموا بالرقص في محاولات لاستفزاز لاعب الفراعنة وتأخير الميران المصرية. وتحدث إيهاب هيطة مدير المنتخب مع أعضاء اللجنة المنظمة لإخراج لاعب غانا من الملعب الذين استمروا في استفزازهم. مشاهدينا، للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عاطف شادي الناقد الرياضي والصحفي بجريدة الكرة والملاعب. أستاذ عاطف، أهلا بك في البداية. اهلا بك، صباح الخير عليك وصباح الخير على كل المشاهدين. اهلا بك، هل لك ان تنقل لنا اجواء الميران الاخير طبعا قبل لقاء المنتخب المصري مع غانا؟ طيب، انا سامعك من شويه بتكلمي على قصه المشاده اللي حصلت قبل بدايه الميران. هو لم تحدث اي مشاده على الاطلاق، واحنا مجرد اللي حصل المنتخب المصري تم تاخر، يعني تاخر دخوله الى استاد تجاره، هو ملعب فرعي صغير اكثر من 20 دقيقه بسبب ان المنتخب الغاني كان بيأدي تدريبه الاخير في نفس الموقع. بعد كده المنتخب المصري اعترض على ان المنتخب الغاني خد وقت اكثر من وقت، حوالي 20 دقيقه فقط من الميران الخاص بمنتخب مصر، او في عدى الموعد. استغلوا القصه دي في الرقص امام منتخب مصر. هم معتادين بعد نهايه التمرين او قبل بدايه المباراه بيرقصوا رقصه معتاده ليهم. المهندس شهاب لهيطه مدير المنتخب اعترض وقدم احتجاج رسمي ان لا على الاستفزاز، وعلى ان لا انتوا خدتوا اكتر من وقتكم في التدريب وده مخالف للائحه، والموضوع انتهى تماما. اللجنه المنظمه ادت لمصر 25 دقيقه اضافيه علشان تدريب المنتخب، والموضوع عدى بشكل طبيعي جدا. يعني ده بالنسبه بس على 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 ذكر المشاده. بالنسبه لتدريب المنتخب ادى تدريبه النهارده ملعب سجاره الفرعي. ميران استمر حوالي ساعه. تاكد بشكل رسمي غياب محمد عبد الشافي الظهير الايسر، لن يشارك في مباراه غانا ان شاء الله اللي هتقام الساعه 9 بتوقيت القاهره. محمد عبد الشافي بيعاني من التواف الفاحل، بيؤدي تدريبات علاجيه. بنسبه كبيره هيبقى تشكيل المنتخب استقر عليه مستر هيكتور كوبر اللي هيلعب بيه المباراه، وفقا للي احنا شفناه
هيبقى عصام الحضري في حراسه المرمى، هيبقى في الجانب الشمال حجزها احمد فتحي اللي هينتقل من الجانب الايمن هينتقل الى الجانب الايسر. نعم. احمد المحمدي بنسبه كبيره هيلعب في الجانب الايمن. في الاثنين قلب الدفاع علي جبر واحمد حجازي. خط الوسط هيبقى ان شاء الله طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد، تريزيجيه ومحمد صلاح، وبالاضافه لمروان محسن هيبقى هو المهاجم الصريح لمنتخب مصر. نعم. طيب ما هي حقيقة المشاجرة التي حدثت بين لاعبي غانا ولاعبي المنتخب الوطني؟ لا ما حصلش مشادة خالص. حتى تقريبا عايز اقول لك ان منتخب مصر اللعيبة لم تنزل من الاتوبيس الخاص بهم الا لما المنتخب الغاني غادر تماما الملعب، يعني ما فيش اي خالص، يعني ما حصلش اي اشتباكات. حتى لعيبة مصر تقريبا ما شافتش لعيبة الغاني وهم بيرقصوا، يعني لانهم كانوا بيرقصوا في بعيد قدام الاتوبيس الخاص بهم. المنتخب مصر تم التزم تماما بتعليمات اللجنه المنظمه ان هو ما ينزلش من الباص الا لما المنتخب الغاني يبدا يغادر الملعب. وبالفعل بمجرد ان اتوبيس منتخب غانا بدا يتحرك، بدا الاتوبيس منتخب مصر يدخل لارض الملعب واللعيبه تنزل. يعني ما فيش اي حتى وجه للاحتكاك على خالص. اللي حصل ان اثنين من عمال غرف الملابس الخاصه بملعب شجاره كانوا بيحتكوا ببعض، ان ده ان المفروض كان يتم انهاء التدريب قبل وصول منتخب مصر وفقا للائحه وفقا للترتيبات. نعم. لم يحدث اي اشتباك خالص ما بين نعم. اي عضو او بالطبع. اي بالطبع هذه المباراه هامه للمنتخب الوطني، مباراه بين مصر وغانا. ما هي التعليمات الاخيره التي تلقاها لاعب المنتخب الوطني من المدرب هيكتب كوبر؟ من حوالي ساعتين كان المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم وصل عائدا من مدينه ليبرجيل العاصمه بعد ما حضر الاجتماعات المكتب التنفيذي. واجتمع مساء اليوم مع لعيبه المنتخب، كان في غياب مستر هيكتور كوبر. هو اتكلم مع اللعيبه، احنا عايزين نكسب، لازم نحقق الفوز، احنا بنلعب على ثلاث نقاط. علشان بس الناس تبقى عارفه، مصر بتلعب على ثلاث فرص. الفرصه الاولى هي الفوز وتصدر المجموعه الرابعه. نعم. الفرصه الثانيه هي التعادل. شكرا جزيلا لك الاستاذ عاطف شادي الناقد الرياضي والصحفي بجريده الكره والملاعب، شكرا لك. ودع منتخب كوت ديفوار حامل لقب النسخة الماضية كأس أمم أفريقيا من الدور الأول بعد الخسارة من المغرب بهدف دون رد مقابل في المباراة التي جمعت بينهما في أويم في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في البطولة المقامة حاليا في الجابون. وسجل رشيد عليوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، وبهذه النتيجة رفع المغرب رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كوت ديفوار عند نقطتين فقط. تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية لربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الجابون بعد الفوز على نظيره التوغولي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. سجل أهداف الكونغو الديمقراطية كل من جونيور كامانانغا وفيرمن نودومبي وبول جوزيب كوبو، بينما سجل هدف توغو الوحيد اللاعب كودو برابا. وبهذه النتيجة رفع الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول، بينما تذيل توغو المجموعة برصيد نقطة واحدة. يلتقي منتخب مالي مع نظيره الأوغندي في 9 مساء اليوم الأربعاء في إطار الجولة 3 والأخيرة من المجموعة 4 بكأس الأمم الأفريقية لعام 2017 والمقامة في الجابون. يحتل منتخب مالي المركز 3 برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع منتخب مصر في الجولة الأولى وخسارته أمام غانا، بينما يتذيل منتخب أوغندا المجموعة بدون نقاط حيث خسر في اللقاءين الماضيين أمام مصر وغانا. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قبول استقالة جورج ليكنز المدير الفني لمحارب الصحراء من منصبه، وذلك عقب 3 أشهر فقط من تعيينه على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الخضر. يأتي هذا في أعقاب خروج محارب الصحراء من الدور الأول بكأس الأمم الأفريقية لعام 2017. يذكر أن ليكنز قد عين مدربا للجزائر في أكتوبر الماضي خلفا للصربي ميلوفان رافاتش الذي لم يستمر في المنصب سوى 3 أشهر أيضا.
تأهل منتخب مصر العسكري لنصف نهائي كأس العالم العسكرية والمقام حاليا في عمان بعد فوزه مساء أمس على نظيره الجزائري بهدفين لهدف وحيد في ربع نهائي المسابقة، وألغى الحكم المساعد هدفا لصالح منتخب مصر في شباك منتخب الجزائر قبل أن يحرز عمرو مرعي لاعب منتخب مصر العسكري الهدف الأول في مرمى الجزائر بالدقيقة 34، وسجل حامي محمد الأمين لاعب الجزائر هدف تعادل في مرمى منتخب مصر العسكري بالدقيقة 51، قبل أن ينجح أحمد الشيخ في تسجيل هدف الفوز للفراعنة في الوقت القاتل من اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 122 ليصعد منتخب مصر إلى دور نصف النهائي. مستمرين معكم في هذه الوقفة الرياضية ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. هنأ المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المنتخب العسكري وجهاز الرياضة بالقوات المسلحة بالصعود إلى دور القبل النهائي للبطولة لكأس العالم العسكرية المقامة في سلطنة عمان بعد الفوز على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما بدور 8 مساء اليوم. وغرد وزير الرياضة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك غرد قائلا: تهنئة للمنتخب المصري العسكري لكرة القدم لفوزه على المنتخب الجزائري الشقيق 2-1 وصعوده للدور قبل النهائي لبطولة العالم العسكرية المقامة بسلطنة عمان. مبروك للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وجهاز الرياضة بالقوات المسلحة. تحيا مصر. عادت بعثة منتخب كرة اليد إلى مطار القاهرة مساء أمس قادمة من باريس بعد حصولها على المركز 13 من بطولة كأس العالم وخروجها من الدور 16. كان منتخب كرة اليد قد ودع المنافسة بعد الخسارة من كرواتيا ب 21 هدفا مقابل 19 في دور 16 الذي أقيم بمدينة مونبلييه الفرنسية الأحد الماضي، وشهد مشوار منتخب الفراعنة في الدور الأول للفوز في مواجهته على قطر بنتيجة 20-22، ثم تلقى خسارة أمام الدنمارك 35-28، وبعدها فاز على البحرين 29-31 قبل أن يهزم الأرجنتين 26-31 في إطار الرابع، وأخيرا الخسارة أمام السويد بنتيجة 33-26 في ختام مباريات المجموعة ليحتل المركز الثالث ويتقابل مع كرواتيا. عملنا ماتشات كويسه، خسرنا ماتشين اللي هو الدنمارك والسويد. ماتش كرواتيا بتاع دور 16 طبعا كان طبعا نفسنا ان احنا نحقق الفوز فيه، لكن حضرتك برضه كرواتيا دي رابع اولمبياد وفرقه من الفرق اللي لها باع في كره اليد، وبعدين دي حضرتك تبقى تشوف مباراه، ممكن مباراه تكسب ممكن مباراه تخسر، بس يعني المباراه خلصت فرق 2. حاولنا ان احنا الشوط الثاني، كنا الشوط الاولاني ما كناش موفقين، الشوط الثاني رجعنا الماتش، الشوط الثاني احنا طالعين كسبانين في 4 الشوط الثاني. ده كله طبعا كان مأثر على سير الماتش، ان المباريات اللي هي بالفرق الكبيره ديت لما الفرق بيكبر شويه بتبقى الموضوع صعب مش سهل يعني. فاحنا حاولنا نجاهد طول المباراه لحد ما رجعنا المباراه ثاني وبقى فرق 2، بس ما كانش في نصيب لحضرتك، وده عادي دي رياضه يعني. لما فرقه منتخب كرواتيا يدخل فيك 21 جون، لما يدخل في الشوط الثاني سبعة جوان، يبقى انت حضرتك عامل طريقه دفاعيه ناجحه، واللي يقول عكس كده يبقى معلش يعني انا اسف يعني. سبعة جوان في شوط من رابع اولمبياد، حضرتك متوقع ايه يعني بطريقه دفاعيه وحشه؟ تأهل منتخب فرنسا حامل اللقب والبلد المستضيف لنصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد فوزه مساء أمس على السويد 33-30 على ملعب بيار موروا في ليلة. وفي مباراة ثانية تأهلت النرويج لدور نفسه للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على المجر بنتيجة 31-28 في البرفيل، وبهذه النتيجة يلتقي منتخب النرويج مع منتخب كرواتيا الذي حقق الفوز على نظيره الإسباني بنتيجة 30-29. يأتي هذا في الوقت الذي ودع منتخب قطر البطولة في ربع نهائي بخسارته أمام سلوفينيا بنتيجة 32-30.
شارك باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات فريقه أمس بمعسكر الإعداد المقام في مدينة السادس من أكتوبر استعدادا لمباراة الأولمبي في كأس مصر ولقاء الأهلي في كأس السوبر المصري المقرر إقامته بدولة الإمارات في 10 فبراير القادم. بينما واصل المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا الغياب عن التدريبات مع الزمالك رغم وصوله إلى القاهرة. أعلن أيمن حفني صانع ألعاب نادي الزمالك جاهزيته لخوض مباراة فريقه أمام الأهلي في السوبر المصري والمقرر إقامتها في 10 فبراير المقبل بالإمارات. وأكد حفني اقترابه من التعافي بشكل كامل من الإصابة التي عانى منها بشد في العضلة الضامة. وأشار الحاوي إلى عودته للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية بعد أسبوع مشددا على صعوبة لحاقه بلقاء الأولمبي في 3 فبراير المقبل بكأس مصر بينما سيكون جاهزا من الناحية الطبية لموقعة الأهلي بكأس السوبر. يجري مجلس إدارة نادي الزمالك محاولة أخيرة مع نظير الاتحاد السكندري للحصول على خدمات كونغولية سانغو مهاجم زعيم الثغر خلال الأيام القادمة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بنهاية الشهر الجاري. يسعى نادي الزمالك لحسم صفقة كاسونغو مع الاتحاد السكندري بالجنيه المصري بدلا من الدولار. يذكر أن كاسونغو يحتل صدارة هداف الاتحاد السكندري بالموسم الحالي برصيد 7 أهداف كما يأتي في المركز الثالث بالترتيب العام للهدافين الذي يتصدره الثنائي نانا بوكو الذي رحل عن المقصة وانتقل للشباب الإماراتي وأحمد الشيخ برصيد 9 أهداف لكل منهما. أعلن النادي الأهلي ضم الإيفواري سليماني كوليمبالي لاعب كوليمانكو الإسكندرية لمدة 3.5 سنين بداية من الشهر يناير الجاري حيث حصل الأهلي على توقيع اللاعب صباح الثلاثاء مقابل مبلغ 800,000 دولار فضلا عن وجود نسبة 15% لناديه الإسكتلندي حال إقدام الأهلي على بيع اللاعب مستقبلا. ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الجماعية اليوم الأربعاء. أرسل مسؤول النادي الأهلي خطابا جديدا إلى نادي أنخرت البلجيكي لسرعة سداد مبلغ 700,000 يورو باقي مستحقات القلعة الحمراء نظير بيع محمود حسن تريزيجيه. وأكد الأهلي في خطابه للفريق البلجيكي أكد أن هذا المبلغ كان يستحق سداده مطلع يناير الجاري حسب الاتفاق بين الناديين. وكان الأهلي قد باع اللاعب للفريق البلجيكي مقابل 2,300,000 يورو سدد منها الفريق البلجيكي 1,600,000 يورو ليتبقى 700,000 الذي يطالب بهم الفريق الأحمر. فاز الأهلي بثلاثية نظيفة أمام فريق بلدية الإسماعيلي في المباراة الودية التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوية. سجل أهداف اللقاء كل من عماد متعب وميدو جابر وفوز الحناوي. يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في 10 فبراير المقبل بالإمارات على كأس السوبر المصري. أعلن نادي باوك اليوناني رسميا تعاقده مع عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني وفريق بانتوليكس اليونانية. وكشف باوك عن تعاقده مع عمرو وردة لمدة 3.5 سنين وأكد النادي أن وردة سوف ينضم إلى صفوفه بمجرد انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا. يسعى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي إلى ضم اللاعب التونسي الدولي يوسف المساكني المتألق حاليا مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها الجابون. ووفقا لعدة تقارير فقد تواصل النادي الفرنسي مع المقربين من اللاعب لمعرفة مدى إمكانية ضم المساكني من نادي لخويا القطري الذي يلعب له حاليا. We'll be right back.
يلتقي فريق ريال مدريد اليوم مع مضيفه سيلتا فيغو في اياب ربع نهائي بطوله كاس ملك اسبانيا. وكانت مباراه الذهاب شهدت تغلب سيلتا فيغو على الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف واحد، ولا يوجد امام ريال مدريد سوى الفوز بهدف نظيف او التغلب بفارق هدفين على الاقل ليضمن التاهل الى نصف نهائي البطوله. توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية لجولدن ستايت ويرز عند 7 بعد خسارته أمام ميامي هيت ب 105 مقابل 102 نقطة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA. وفي مباراة أخرى سقط حامل اللقب كليفلاند كافاليرز أمام نيو أورليانز ب 124 نقطة ل 122، رغم تسجيل نجم حامل اللقب كايري إيفرينج 49 نقطة ومنفردا. حقق جولدن ستيت فوزا على مضيفه أورلاندو ماجيك بنتيجة 118 نقطة مقابل 98 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. نجح جولدن ستيت بطل الموسم قبل الماضي ووصيف 2016 على مدى أسبوع واحد في تخطي عقبة 3 فرق كبيرة وهي كليفلاند وكافاليرز بطل الموسم الماضي وأوكلاهوما سيتي ثاندر وهوستن روكيتس، وهو الفوز السابع له على التوالي. تأهل السويسري روجي فيدر إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع هذا العام، بفوز سهل على الألماني ميشا زيفيرف بثلاث مجموعات دون رد. أنهى فيدرر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولات الجراند سلام 17 مرة على حظوظ زيفيرف بالفوز عليه بنتائج 6 نقاط لنقطة و7 نقاط لخمسة و6 نقاط لنقطتين في ساعة ونصف تقريبا. تأهل الإسباني رافائيل نادال المصنف 9 عالميا إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى بعد فوزه على الفرنسي جاييل مونفيس 6 عالميا. وبهذه النتيجة يضرب نادال موعدا مع الكندي ميلوس راونيتش 3 عالميا والفائز على الإسباني الآخر روبرتو باتيستا بوات بثلاث مجموعات لواحدة. لم يبقى مشاهدينا إلا تذكرة بأهم العناوين.